محاولة في اللقطة استرباطية، لكن إيقاف والتألق يحسب بالتأكيد لحارس المرمى حسين العزمي. كما ذكرت مدرب صحار عبد الرزاق خيري اللي عنده 51 سنة مدرب المغربي، بينما يدرب فنجا المدرب هشام جدران محاولة أمامية الإسباني لكن من أصول مغربية. الكرة الآن تعود من جديد، محاولة لسعد السيل داخل منطقة الجزاء. عبد العزيز المقبالي يحاول، كرة ما زالت مستمرة. سيسي 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 ضاعت لكن تعود. سيسي في كرة اصطدت في القائم، شاهد الحسرة في اليمنى لمصلحة يوسف المقبول. هنا مدرب نادي فنجة جدران هشام جدران على تسعة تقريبا، ولكن هو التمرير في الثلث الهجومي شوي مش دقيق. يعني حاليا لما تمر الكره مثل هذه في الطرف لعبد العزيز المقبالي، لازم يجي اللي قادم الخلف هو اللي يصلح الفرصه. فالخيار الاخير كره الان ما زالت داخل منطقه الجزاء. المقبالي عبد العزيز يسجل، عبد العزيز يعدل، عبد العزيز اخيرا يصل. هنا للمتصدر لا يريد ان يتاثر في كره ظهر فيها عزوز، ظهر فيها عبد العزيز. هنا يسجل ثاني اهدافه في هذا الموسم. عبد العزيز يعود، عبد العزيز يسجل هنا في هذا اللقاء في متابعه في كره ما زالت مستمره. كره الان خطيره في مكان خطير، في مكان خطير. ياتي القدير، ياتي كانو ويسجل هنا ثاني اهداف فنجة، ثاني افراح فنجة. وبالتالي هنا الاصفر يعود، الاصفر يسجل للمرة الثانية عن طريق كانو، عن طريق الكابتن، عن طريق الليدر. حكم المباراة عبد الله الهلالي الدولي يطلق الصافرة والى نهاية شوط المباراة. شكرا للزميل احمد البلوشي. اذا في شوط المدربين هشام جدران يتفوق على عبد الرزاق خيري، والاصفر يقلب تخلفه او تاخره الى تقدم وفوز صريح على صحار بنتيجه 2-1. تركنا الشوط الاول ينتهي بتقدم نداره والاستمرار في النتائج الايجابيه اللي قدمها فنجة. كابتن حمد، اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اعتقد ان الفريق قدم مباراه كبيره اليوم، يعني عمل كل شيء في الملعب لكن ما كان استغلال الفرص بالشكل المطلوب. يعني ضيعنا اكثر من 4 فرص الشوط الاول، ضيعنا فرص كثيره في الشوط الثاني، لكن الحمد لله في الاول والاخير اهم شيء انك طلعت من المباراه فايده. اهم شيء محمد